مسلسل الكاسر دراما عراقية من بطولة الفنان العراقي غالب جواد وإخراج أيمن ناصر زيدان، وبيتحدث عن صراع عشائري قائم على الثأر والتمرد. المسلسل عامل أزمة. أخذ حق الناس كلها، قرية قاصد وأبو عقاب راح أخليها تصير تحت حكم كاسر. خلصت منهم عم يردوني يقتلوني. قتلوك؟ ما جابتها أم اللي قتلك وانت بديوان عمك. نبضايم الحب، نبضايم اسم الحبيب. المسلسل ما حدد عشائر أي منطقة، لكن الناس من السياق واللبس وغيرها من تفاصيل فهمت أنه العشائر في الجنوب، وطلعت الأصوات المعترضة واللي بتهاجم قناة يو تي في العارضة للمسلسل. الانتقادات والاحتجاجات ما حددت تفصيلة معينة فيها الإساءة، بس الناس فهمت أنه المقصود ظهور شيخ العشيرة في مجالس موسيقى وسهر، وأنه يعني مطلعينه في صورة غير لائقة بحسب المنتقدين. فوفود شعبية وعشائرية استفزتهم أحداث المسلسل، وراحوا على هيئة الإعلام والاتصالات وطالبوا بإيقاف عرضه. حتى في نواب ما كانوا بعيدين عن استنكار المسلسل، وفي نائب خاطب هيئة الإعلام والاتصالات وقال إنه أحداثه بتشوه الحقائق وبتسيء للمجتمع العشائري الجنوبي وبتمس بتقاليد العشائر الأصيلة، ولا حتى بتلتزم بالضوابط الأخلاقية للشهر الفضيل. أمام الانتقادات والمطالبات النيابية والعشائرية، وقفت نقابة الفنانين العراقيين، وقفت في صف المسلسل ودافعت عنه، وقالت أنه هي الهيئة اللي أجازت المسلسل بحكم تخصصها وأنها مو شايفة في أي إساءة، ودعت المطالبين بإيقاف المسلسل لترك اللغة هذه ومتابعة العمل للآخر. ولكن هيئة الإعلام والاتصالات ما يبدو أقنعتها دعوات النقابة، لأنها استجابت للضغوط وكان قرارها توجيه قناة يو تي في بضرورة إيقاف مسلسل الكاسر، وقالت إنها بتقدر المطالبات العشائرية، وقالت إنها رح تتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على مكانة المواطن الجنوبي الكريم. قناة يو تي في وكرد على اللي صار طلعت بيان قالت فيه إنه قرار الهيئة هذا مجحف وانفعالي وفي انسياق وراء أجندات سياسية واستجابة لضغوط ومزايدات سياسية وطائفية ومناطقية بكل أسف. ولو أنه الهيئة شكلت لجان مختصة للتعمق في المسلسل ما كانت أخذت هذا القرار، وأنه الهيئة ما قدمت أي مبرر لإيقاف عرض المسلسل وحذف حلقاته، وأكدت أنها ما بتنتمي لأي حزب أو حركة وأنها بتقدر أهل الجنوب العراقي وبتحترمهم. واللي بيفتح موقع القناة مشاهدينا أو قناتها على يوتيوب رح يشوف أنه الحلقات لسه موجودة والحلقات الجديدة بتنزل عادي كمان.